إلى جانب علي ولد الكنز فما محكمة صبر مرايحي اللي هي يعني في المحكمة الابتدائية الاعتراض. صبر أنت تو كنت في المحكمة الابتدائية، شنو اللي صار بالضبط وشنو الجديد؟ اللي صار كانوا تأجلت البريمي أكتوبر، وكي تأجلت معناتها مشيت أنا 9:30 قدام القاعة، خرجوا لي العوام قالوا لي أرجع ل 11 خاطر تو معناتها باش يحكموا كل الموقوفين وكل شيء. بون أنا قاعد نستنى لبرا معناتها نستنى في ال 11، وكلمني بابا قال لي راهو عيطولك وراهو تأجلت البريمي أكتوبر. كيفاش ما نعرفش معناتها كيف علاش قالوا لي ال 11 ورجل أمور وما نعرفش بالزهر مقصود الله أعلم. المحامين شنو قالوا لك معناتها المحامين شنو طمنوك شنو حكيت معاهم شنو ولا تو ما جاتش الفرصه باش حكيتوا مع بعض؟ نورمالمون حازم حكي محامين سافا معناتها باهي فيها خيره، هي لما ديما يقول لك قلت اخيره فيها خيره وسافا معناتها خير. خلي تجي الجلسه الواحد اكتوبر. الواحد اكتوبر سمعنا زاد العبيد الكل اللي تم استدعائك معناها باش يعني قبل ما يوم الجلسه وكل تعاود التحقيق، كنت اكد لنا المعلومه هذه. هي نهار 20 استدعوني مش تحقيق، تحريرات مكتبيه تابعه معناتها بيرو الرئيس اللي يحكم فيا. التحريرات هذيا تكون معناتها كوني انا والرئيس والمتضرر مع بعضنا ثلاثه كافحنا ويبحثنا مع بعضنا معناتها فهمت. جيت انا معناتها نهار 20 وحضرت، هو ما حضرش ما جاش المتضرر، اعطيت تقويلي قعدنا استنيناه ما جاش، حتى محاميه ما جاش معناتها بشي عالم يقول ما جاش ولا حاجه، حضرت كاني انا معناتها. ميرسي صبر وان شاء الله نسمع خبير باهي نهار 1 اكتوبر ان شاء الله. سامية انت اليوم موجودة، لقيناك بين علي ولد الكنز بين صبر مرايحي لين التم عم صالح زاد ما يزمنيش من غادي شكري بالعيد. دونك بالنسبة لك انت اليوم بعد ما سمعت اللي قضية يعني النظر في قضية صبر تأجل نهار 1 اكتوبر شنو عندك ما تقول؟ الحمد لله بلوز موا معناها مرتاحة شوية، على الأقل خويا باش حد يسيف رمضان بحذينا. سانو ليس ان بو دو تون معناها زاد باش نخدموا على قضايا أخرين خاطر ما يلزمناش ننسى، واللي فما برشا ولاد ثورة لتوا مازالت معناها دوسيتهم معلقة. دونك يمكن يفرغ مخي شوية ونجموا نشوفوا العبيد الأخرين. غيست كو توا الحاجة الأهم إي لا بلوز امبورتونت معناها ولد الكنز علي. ان شاء الله معناها نص نهار اون بادجيغ نص نهار ونص نسمعوا حاجه باهيه ان شاء الله انا قلبي هكا مستفيد. وان شاء الله نخدموها زيدا عم صالح يبدلوا لهم قاضي تحقيق خاطر سا تخيني بوكو، خلينا يزينا معناها خلينا نقدموا شويه بشويه باسكو زيدا مش حلو ثوره هكا تمشي وتتقلب ترجع لتالي معناها. سامي في جرة اللي صار لصابر تحولت شويه معناها تحس راك تحولت وليت مهتمه اكثر بالشان الحقوقي والسياسي و... تحولت برشا اما بون ما يلزمنيش نقول مانيش العباد اللي كيف ما جوست بعد الثوره راهي بدات تهتم بالبوليتيك. فو با اوبليي اللي نحن عائله سنديكالي معناها على الاخر، اما لي وليت نحس اكثر فما فرق كبير معناها خاطر كي تعفس على الجمره مش كيف ما كي تغزر لها من بعيد. دونك وليت نحس اكثر بالعباد. قبيله كي مشيت سلمت على دار علي بالرسمي معناها هيك سلمت على اخته حسيت كمان زاد راهو صاف كو معناها انا ديما نقول اللي تونس مسؤوليتنا الكل معناها مش لازم اي واحد يبدا يحكي في البوليتيك بعد الثوره كوم كوا اللي هو باراشوتي لا، خاطر كاين واحد وصل حل فم وتكلم راهو سيكو فما حاجة قاعدة تتحرك الداخل معناها بوغ لو مون توعية مسؤوليتنا الكل مسؤوليتنا الكل بوغ لو مون. دونك ان شاء الله كلنا نحسوا عليها تونس سامية وان شاء الله نسمعوا كان الاخبار الباهية. مدام انت نحب نسألك اليوم صابر جلسته تأجلت الواحد اكتوبر، صابر مش عادي بحذاك السيف وان شاء الله في 1 اكتوبر نسمع اخبار باهي ان شاء الله. هذاك اللي فرحانه بينا عم ناول عديت عيد ورمضان خايب برشا الحمد لله سنة ولو حتى هي تأجلت مي كوميم ولدي بحذايا وباش تحس روحي ارتاح خير من عمي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي زاد عليه ولد الكنز ربي ان شاء الله يفرج عليه يخرج، خاطر حسيت بهم وانا كي مشيت سلمت عليهم حسيت الحرقه اللي عندي انا عندها هي، ومهما تكون ما عمل حد شيء. اولادنا كما قالت مدام حداد الثوره كليتهم
الو يا رب يا رب ان شاء الله كل مظلوم يلقى ناصر. هذيك باش نقول عايشك مدام. عايشك.